الصناعات والصناعات البسيطة أو المتوسطة التي يمتلكها القطاع الخاص، بحيث نعم. مثل ما تفضلت حضرتك بأنه لا لحد الآن العراق يستورد أبسط الأشياء والتي هي تؤثر كثيرا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي تؤثر على استمرار توقف مصانع القطاع الخاص من الإنتاج. على كل حال نشوف رأي وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري، أعلن جهارا عن عزم الدولة عن استثمار المعامل والمصانع من قبل القطاع الخاص. نتابع. نحن بصدد طرح مشروع خصخصة لممتلكات ومؤسسات الصناعية في الدولة العراقية التي تضمن مستقبل العاملين ومستقبل الاقتصاد الوطني عموما بدون شك، ولكن لحين تلك الفترة نحن نعمل بقانون الشركات لعام 1997 اللي يفسح المجال لمؤسسات المملوكة للدولة في التعاون مع القطاع الخاص ومشاركة بالإنتاج كمبدأ لهذا. من بغداد أستاذ نزار الوائلي، إذا عندك تعقيب على كلام وزير الصناعة. أنا أذهب مع السيد وزير الصناعة بأن موضوع المشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في الوقت الحاضر هو يعني الطريقة الأمثل للنهوض بالمشاريع الصناعية. نعم. يعني القطاع الخاص وحده لا يستطيع، وكذلك القطاع العام يريد أن يعني يرفع جزء من أو قسما كبيرا من كاهله، فمبدأ المشاركة هو المبدأ الصحيح بدل أن تكون الخصخصة ماء في الماء القطاع الخاص. أستاذ طارق الحلبوسي، تجد بأنه من الأفضل أن يتشارك القطاعان معا، قطاع عام وقطاع خاص، هل تجد من ضرورة لإشراف حكومي فاعل فيما يتعلق بموضوع الخصخصة والشركات الخاصة، كما مثلا في السعودية الدولة هي التي تدعم القطاعات المهمة، يعني لا يكون موضوع الخصخصة 100%؟ ست شهر، انا يعني اختلف مع سيد الوزير وكذلك اختلف مع ضيفك من بغداد حول الطريقه التي تتم بها خصخصه هذه المشاريع، حيث انه لا توجد هناك كما قلت دراسه متكامله استراتيجيه لطريقه التعاقد، حيث انه لا يزال هناك اختلاف على بعض وجهات النظر هل هو استثمار تام او مشاركه. السيد الوزير يقول انه مشاركه، ما دام هناك مشاركه من الدوله فهذا يعتبر يعني خصخصه ناقصه، يجب ان تكون هناك دراسه متكامله والتخلص من المشاريع التي تثقل كاهل الدولة بطريقة أنسب من الطريقة التي يتم إجراءها الآن، والاحتفاظ كما قلت حضرتك بالنسبة للمشاريع المهمة الحيوية الاستراتيجية وخصوصا التي لها علاقة بالصناعة النفطية وبعض الصناعات المهمة كالحديد والصلب وما شاكل ذلك. نعم. هناك نوعين من المصانع، لذلك يجب أن نفصل ما بين تلك المصانع والمصانع العملاقة الاستراتيجية التي يجب أن يكون للدولة يد يعني فيها، وهذا موجود حتى في الدول الرؤية غير واضحة حتى فيما يتعلق الكبرى بنسبة الخصخصة وموضوع الخصخصة بشكل عام رغم الحديث عن الخصخصة. نعم غير واضحة جدا، بدليل أنه سيد الوزير لا يزال يعتمد على قانون قديم موجود بخصوص قانون الشركات، بينما الآن العالم يشهد تطور كبير وهناك ظهرت مشاريع مهمة واضمحلت مشاريع أخرى، الصناعة تتجدد يوميا ونحن لا يزال هناك مصانع كثيرة تحمل الدولة رواتب كبيرة، حيث أنه بعض المصانع لديه 250 ألف موظف. سيد نزار، فقط توضح لنا يعني هل الصورة تبدو واضحة الآن بالنسبة لك فيما يتعلق بالخصخصة؟ هل هي مشاركة مع القطاع العام؟ هل هي خصخصة تامة؟
نعم، احنا اذا اولا نحدد المبادئ، هل انه ستكون مشاركه؟ فاذا كانت مشاركه ايضا نضع الضوابط. صح مثل ما تفضل الاخ من يعني هناك عبء ثقيل، فهو انه كثير من الموظفين اعداد هائله ولا يستطيع القطاع الخاص حينما يريد ان يشارك ان يتحمل عبء هؤلاء. لكن احنا خلينا نضع الاسس، هل هي الخصخصه 100% للقطاع الخاص ام انه قسم من المشاريع يعني المهمه والاستراتيجيه ان لا تخضع للخصخصه والقطاع العام هو يقوم بها 100%؟ احنا خلينا نضع الخطه او نضع الاسس، ثم من السهل ان نجد الطرق ونقول يا هذا هو الطريق الصحيح، يا قطاع خاص تفضل، إذا ما هي آرائك في موضوع تأهيل هذه المصانع، ما هي المشاكل التي تعتقد؟ احنا خل نضع الأسس، خل يعني نبدأ ثم نذلل المشاكل. شكرا لك. من بغداد نزار الوائلي رئيس اتحاد الصناعات العراقية، ومن واشنطن كان معي طارق الحلبوسي الاقتصادي ورجل الأعمال العراقي، شكرا على المشاركة. مشكلة جديدة تواجه العراقيين وشكواهم الدائمة تتلخص بضياع شبكة الاتصال نتيجة الأتوات التي يطلبها بعض المبتزين. نتابع عبد القادر السعدي. رغم تعدد فوائد شبكة الاتصالات في ظل الظروف الراهنة، فإن مساوئ الهاتف النقال أوجد ردود أفعال كبيرة في الوسط العراقي، بالإضافة إلى تردي هذه الخدمة وعدم إيفائها تجاه المواطن من خلال الانقطاع المتواصل وضعف أدائها. ماكو يعني اي احد كمسؤولين او كهاية، ماكو ما يحاسب بمحاسبة قانونية او هاي مثل ما يقولون، يعني الشبكة ليش مو قوية ضعيفة. وانطلاقا من اهمية هذه الوسيلة وبسبب تعالي الاصوات للحد من تفاقم ظاهرة الانقطاعات المتكررة، والتي عادة ما يعزها القائمون الى التفجيرات التي طالت ابراج الاتصالات لاكثر من مرة. استياء شعبي ومطالبة بوضع ضوابط قانونية من قبل الحكومة العراقية على شبكات الهاتف النقال لغرض إيقاف استنزاف أموال المواطنين في ظل ركود اقتصادي تشهده البلاد. لبرنامج من العراق، عبد القادر سعدي، العربية. نتمنى أن يتحسن موضوع الاتصال حتى نتصل بأهلنا بالعراق. على كل حال كانت هذه آخر فقرات حلقة هذا الأسبوع من مينا العراق، أعدها لكم الدكتور صباح ناهي. كالمعتاد أذكركم ببريد الحلقة لآرائكم from iraq@alarabiya.net. محتوى الحلقة على موقع العربية في أرشيف البرامج. استودعكم الله.